اختارت أن تصطبق بهذه التوقعات عيد الأضحى بأيام، وخرجت على غير عادتها بعد أن كانت تعتاد الظهور على رأس كل عام. فما سر الظهور الأخير للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟ وهل سيرتبط العيد بزلازل جديدة في المنطقة؟ ولماذا غضب سكان هذه الدولة العربية منها؟ عيد بأية حال عدت يا عيد، بيت من الشعر العربي يكره جميع المحتفلين بالأعياد ترديده أو تذكره، لكن العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أصرت على أن تفاجئ به الجميع بلسان الحال قبل المقال. ليلى التي تفرغت تماماً لحياة التوقعات وجعلتها اللقاءات التلفزيونية نجمة تنافس المذيعات ونجمات الفن والسينما من خلال اللقاءات الدورية التي تتم بها في مختلف البرامج. جميع الأسماء الشهيرة من الشخصيات العامة ونجوم الفن والسياسة ومجتمع المال والأعمال هم على رأس أجنة العرافة اللبنانية التي تتعمد التركيز على حياة المشاهير. بالطبع إن لهؤلاء المشاهير جماهير كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومجرد ذكر التوقعات عن حياتهم الخاصة ومسارهم المستقبلي يجد أصحاب تلك التوقعات رواجاً كبيراً لهم بين الجماهير. ليلى التي ألمحت من قبل عن حدوث أزمات واضطرابات سياسية مرتقبة في المنطقة خلال عام 2024 وتحدثت عن رحيل شخصيات من الحكام وبقاء آخرين، صادفت بعض الأحداث توقعاتها، خصوصاً وأن خروجها مع بداية كل عام بتلك التوقعات تدفع الملايين من متابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي إلى الربط بين التوقعات القديمة لها وبين الأحداث الجديدة. كثيرون يصدقون توقعات العرافة اللبنانية على الرغم من أن حدوث الأمور التي تتوقعها ربما لا يخرج عن الصدفة البحتة، لكنها لعبة الحظ التي تصعد بنجومية ليلى يوماً بعد يوم. ليلى خرجت هذه المرة بشكل غير معتاد بعيداً عن ظهورها التقليدي على رأس كل عام، وفي لقاء تلفزيوني استبق عيد الأضحى بأيام، وأخذت تعرض توقعاتها بشأن أيام العيد والأحداث المتوقعة خلالها. جدل كبير أثير حول توقعات سابقة تم ترويجها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العرافة اللبنانية، وتناقل متابعوها تصريحات نسبوها إليها مفادها أن يوم عيد الأضحى سيكون يوماً حزيناً على المصريين. بالطبع يتسبب تصريح مثل هذا في حالة قلق كبيرة وغضب في نفس الوقت. المجتمعات العربية عموماً تحب الفأل الحسن وتقف في موقف الخصومة ضد التشاؤم، خصوصاً إذا كان مرتبطاً بالأعياد، لكن العرافة اللبنانية شددت على أنها لم تقل بمثل هذه التوقعات لتثير مزيداً من الجدل حولها. البعض يتعامل مع تصريحات النفي على أنها محاولة للتهرب من المسؤولية، لكن ليلى نفسها التي توقعت تلك التوقعات هي ذاتها التي توقعت زلزالاً جديداً في منطقة البحر المتوسط. العرافة اللبنانية رأت أن العديد من الدول ستتأثر بالزلزال المرتقب قرب البحر المتوسط، ويختلف البعض أو يتفقون بشأن توقعاتها، لكن تبقى في النهاية مجرد تخمينات بينما لا يعلم الغيب إلا الله. فهل ترى أن توقعات هذه العرافة تستحق أن تكون سببا للقلق؟